صوتك في العالي، صوتك في العالي. سالتلال للاحتلال اتمادى زود عن اللزوم، هذا احتلال مجرم، احتلال قاتل، احتلال قاتل البيوت، قاتل الاطفال، قاتل الشجر والحجر، قاتل الانسانيه، قاتل الضمير، قاتل الاخلاق. هاي عصابات، ما هي دولي، هاي عصابات مافيا، عصابات مجرمه بكل العالم. تتصدر تشوف عصابات المافيا اللي ودوا لنا اياها. هاي ما هي دولي، دولي بتدعي في الديمقراطيه وحريه التعبير. هاي دولي اجرام، كواجه الاطفال اللي بقتلوها، واجه البيوت اللي بهودوها، واجه الشجر اللي بخلعوه. عصابات المستوطنين بتسرح ومنطرح زي السعادين على الجبال. هاي مجرمين، هاي فلتوها زي الكلاب المسعوره زي اللي دايره في الجبال. هاي لازم الغرب يتحمل مسؤوليتها. احنا اماني عند الشعوب الحره، نطلب من الشعوب الحره والدول اللي بتدعي في الديمقراطيه والحريه تتفضل. احنا بدنا نعيش بحريه بهذا الوطن، بدنا نعيش بكرامه، بدنا نعيش بحياتنا السعيده، ما نعيش بقتل كل يوم ولا بجرام. واجي المساجد، اي دوله بتحجز جثامين؟ اي دوله بتقتل السجين في سجنها؟ اي وين الضمير العالمي اللي بيدعي الصليب الاحمر، هيئه الامم المتحده، الدول العربيه يا سيدي اللي بتتفضل الجامعات والدين العالمي؟ في واحد استنكر؟ احنا بدنا استنكار وشجب، ما بدناش اياه، بدنا افعال يفعلوا، بدنا افعال يفعلوا فينا. وين المصائب اللي مسحل في شعبنا الفلسطيني؟ هاي يتقوا الله، وامان في اعناقهم القدس، وامان اعناقهم فلسطين والمقدسات، وامان فيهم الاقصى، الاقصى في اعناقنا جميعنا، مش بس لفلسطين، لكل المسلمين في العالم. بطلب من العالم يتفضل للاقصى، بطلب العالم يحل مشكله فلسطين. ليش بس مشكله فلسطين في العالم بس هي؟ راتعين فيها زي الكلاب، زي الوحوش البري. هاي دولة بريئة، ما بريئة من الديمقراطية وحرية التعبير. بريئين منها. هاي دولة مسعورة مجرمة. أنا بقول لك الجتائل، قبل ما تحلوا لهم من الإجرام فينا. إذا جاء هذا مجرم من هذا ألقى مجرم. يعني أبر تخدير شلو كذب في كذب بيكذبوا عليه. بس بيذبحوا فينا وبغير يسووا عليه. أنا بطلب بس من العالم، بس من العالم الحر، إنه يحلوا مشكلة فلسطين أمان في عنقكم. والسلام عليكم. وان شاء الله نلتقي الله يفرج عن اسرانا وشافي مرضانا وفرج عن اسرانا يا الله. ناصر شهيد.